المشاهدون الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار المحلية من قناة الشروق. نستهلها كالمعتاد بالعناوين. السلطات الصحية بولاية نهر النيل تكشف عن ارتفاع حالات الإصابة بحمى الوادي المتصدع. منظمات طوعية بولاية النيل الأبيض تطالب بمحاربة العنف المبني على النوع. المدير العام لقوات الشرطة يتعهد بحماية الديمقراطية والحفاظ على أمن وسلامة البلاد. أهلا بكم. كشفت دائرة الصحة والسكان بولاية نهر النيل عن ارتفاع حالات الاشتباه بمرض حمى الوادي المتصدع بالولاية إلى 132 حالة، بينما قطعت بأن الحالات المؤكدة بالإصابة بالمرض بعد الفحص المعملي اقتصرت على 16 حالة فقط. وقال رئيس دائرة الصحة والسكان بنهر النيل عبد المنعم بلة في تصريحات صحفية عقب تنوير إعلامي بشأن الموقف الصحي، قال إن عدد الوفيات جراء حمى الوادي المتصدع وفقا للإحصاءات الرسمية المتدفقة من 147 مركز تبليغ ورصد مرضي بالولاية بلغت 4 وفيات، مشيرا إلى أن خارطة انتشار المرض تمددت وشملت بجانب محليات بربر محليات أبو حمد وعطبرة والدامر. وأكد بلة أن الوضع الصحي بالولاية قياسا على الجهود المبذولة والتدابير الاحترازية والوقائية والعلاجية المنفذة يعتبر مطمئنة. الحالات المشتبه فيها بولاية نهر النيل منذ الأول من أكتوبر 132 حالة، الحالات الكونفيرم يعني المثبتة 16 حالة، الوفيات 4 حالات، عندنا 147 مركز للتبليغ الفوري بجميع أنحاء الولاية، مستشفى عبرة مركز العزل الرئيسي ومركز عزل بمستشفى الباوقة ومركز عزل بمركز صحي فتوار. مركز صحي فتوار المنطقة الأكثر تضررا كانت. إلى ذلك، أقر رئيس دائرة الصحة والسكان بنهر النيل عبد المنعم بلة باحتواء إضراب للأطباء بمستشفى عطبر التعليمي خلال اليومين الماضيين، مؤكدا بأن الإضراب تبنى مطالب حقيقية ومهنية وموضوعية تتعلق بتجويد الخدمة الصحية وتحسين بيئة العمل. وأكد بلة توصلهم لاتفاق مرض مع الأطباء المضربين تعهدت بموجبه الدائرة بمعالجة أوجه القصور حسب الأولويات. كان في زي شوية كده بداية بتاعت إضراب أولادنا وأبنانا الأطباء، والحمد لله إحنا كلنا أسرة واحدة، هم أبناءنا وعندهم مطالب حقيقية ما في كلام. مطالب الأطباء تحسين بيئة العمل، في معينات لازم تكون متوفرة، تحسين أداء بنوك الدم والصيدليات، وفرة الأدوية ووفرت المعينات الأخرى مثل الأكسجين ومعينات العمليات الجراحية الكبرى ومعينات الحوادث، كلها مطالب حقيقية ما في كلام. نحن وهم ساعين إن شاء الله في حلها حسب أسبغيتها وأولويتها. أوصى الملتقى الأول للشركاء الداعمين للتأمين الصحي بولاية شمال كردفان بأهمية إيلاء شرائح الأيتام والفقراء وفاقدي السند الأولوية في منح بطاقات التأمين الصحي التكافلية. وتناول الملتقى الذي انعقد بمدينة لبيد استراتيجية التوسع الأفقي لإدخال مزيد من الأسر والوصول بالتغطية التأمينية إلى نسبة 100% بنهاية العام القادم. وقالت المدير العام لقطاع التنمية الاجتماعية بالولاية مسر الإمام إن الملتقى رسم خارطة الطريق للعمل التكافلي من واقع الإحصاءات التي أجريت لتحديد عدد المحتاجين للتدخل بالدعم الاجتماعي المباشر والذي يشمل التأمين الصحي للشرائح المستهدفة. وأشارت إلى أن التأمين الصحي بالولاية حقق نجاحا مقدرا بضم الشرائح المنتجة كالحرفيين والمزارعين والرعاة. هدفنا من هذا الملتقى إنه ننور الشركاء عما تم بدعوماتنا السابقة، وأمن في أنه تستمر هذه الدعومات حتى أنه تتجدد التغطية لهذه الشريحة، وخاصة أنه شرائح يعني ما عندها المقدرة أنها تكفي نفسها، وهي شرائح غير منتظمة ما في قطاع حكومي حتى أنها تقوم بكفالتها. والغرض الأساسي من كفالة هذه الشرائح تخفيف أعباء المعيشة بتمزيق فاتورة العلاج، وحتى انه يكونوا اصحاء واقوياء ومدمجين في المجتمع.
من جهته أشار المدير التنفيذي للتأمين الصحي بشمال كردفان أبو العز حسن إبراهيم إلى أن الملتقى خلص إلى وضع خارطة جديدة لتقديم خدمات التأمين الصحي وفق معايير الجودة في الخدمة العلاجية والتوسع في منافذ تقديم الخدمة. وتوقع أبو العز أن تمكن الشراكة من القطاع الحر والخاص الصندوق من كفالة نحو 3000 من ذوي الاحتياجات الخاصة وما تبقى من الأيتام وفاقدي السند. نحن نتوقع يعني مخرجات هذا الملتقى أنه نحسن الصورة الذهنية للتأمين الصحي، ندخل كل ما تبقى من الأيتام وعددهم 14,000 يتيم في مظلة التأمين الصحي، وندخل 3,000 معاق في مظلة التأمين الصحي، فضلا عن دخول القطاع الحر والمقتدر والقطاع الخاص. ونحن بنفتكر أنه هذا الملتقى الأول بنقصد منه أنه لابد من التفاكر والتشاور مع أصحاب المصلحة الحقيقيين لرسم خارطة جديدة لتقديم خدمات بصورة جيدة. أكد شركاء في العمل الطوعي بولاية النيل الأبيض ضرورة التبصير بمصطلحات ومعاني العنف المبني على النوع ووضع البرامج والخطط الخاصة بحماية المرأة والطفل بالمعسكرات والمجتمعات المستضيفة. جاء ذلك خلال انعقاد ورشة الحماية والعنف المبني على النوع التي نظمتها منظمة الرحماء بولاية النيل الأبيض، والتي استهدفت المنظمات الأجنبية والوطنية العاملة بالولاية والمؤسسات ذات الصلة التي تعمل في مجال العنف ضد المرأة والطفل بولاية النيل الأبيض، والتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية للاتفاق حول مفهوم العنف وأنواعه وتكوين لجان عمل لمناقشة قضايا العنف بالبلاد. وحظيت الورشة بمشاركة واسعة من المختصين في مجال العنف المبني على النوع، الشيء الذي يساعد في إنجاح عمليات التشبيك مع المنظمات العاملة في هذا المجال. نحن بنعمل في مجال سبل كسب العيش، والآن ببرامجنا الجديدة في البرامج الجديدة نحن بنعمل في برامج بناء سلام، في صدد تكوين جمعيات قائدية مع المجتمع القائدي لبناء سلام في كل ولايات السودان إن شاء الله، وبنعمل في مجال التعليم والصحة، وإن شاء الله نحن جاهزين لتقديم الخدمات بإذن الله تعالى لكل الشعب السوداني وكل المحتاجين، وبنعمل مع اللاجئين والنازحين والمجتمع المضيف في الولايات المختلفة. هذا وقال مدير منظمة الرحماء بالنيل الأبيض أحمد محمد عبد الله إن الورشة ناقشت الحماية بصورة عامة وركزت على العنف المبني على النوع، وخرجت برؤية موحدة حول مفهوم الحماية تساهم في تقديم الخدمات المطلوبة لحماية المرأة واللاجئين والمجتمعات المستضيفة بالولاية. التفاكر حول الاتفاق على مفهوم العنف الحماية والعنف المبني على النوع، وبعد ذلك المفترض أنه نرسم خارطة طريق حتى أن نقدر نكافح العنف المبني على النوع. في نهاية الورشة بنفتكر أنه الأفكار الحتجينة من كل المشاركين بيساعدنا في أنه نكتب نعمل concept note ونعمل proposals ونعمل شراكات مع المنظمات العالمية والمنظمات الأمم المتحدة. توقع المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول عادل بشائر أن تشهد المرحلة المقبلة من عمر البلاد استقرارا أمنيا بفضل تضافر الجهود بين قوات الشرطة والمواطنين. وأشار المدير العام لقوات الشرطة عقب انتهاء اجتماع لجنة أمن ولاية الجزيرة إلى أن الولاية لم تشهد أي توترات خلال الأيام الماضية، وأضاف أن الولاية ستشهد افتتاح وتشييد عدد من المؤسسات الشرطية خدمة للمواطنين. ووعد المدير العام لقوات الشرطة حكومة الولاية بتنفيذ مطالبها التي تمثلت في تشييد مجمع خدمات خاص بالجمهور. ونعلم تماما أن ولاية الجزيرة من الولايات المؤثرة تماما من الناحية الزراعية ومن الناحية الاقتصادية، ولا شك أن الأمن له تأثير على الاقتصاد وله تأثير على التنمية، ولولا الأمن لما قامت التنمية في ولاية الجزيرة، وسعدت ولاية الجزيرة بأمن وباستقرار انعكس إيجابا على ما تقوم في ولاية الجزيرة من مشاريع زراعية ومشاريع صناعية ونهضة شملت كل مدن ولاية الجزيرة.
إلى ذلك أكد المدير العام لقوات الشرطة على حماية الديمقراطية والحفاظ على أمن وسلم البلاد، وناشد الشباب ولجان المقاومة بالولاية للمشاركة في حفظ وسلامة أمن المواطنين. وستكون هذه الشرطة إن شاء الله حامية للديمقراطية، ونحن في هذا المقام نحيي الإخوة في لجان الأحياء والإخوة المواطنين، ونقول لهم أن الأمن مسؤولية الجميع، ويجب أن نتضافر جميعا أجهزة رسمية وشعبية ومواطنين لنحقق الأمن والاستقرار في كل أنحاء السودان. أكد المتحدثون في الملتقى الشبابي لدعم قضايا الصحة الإنجابية الذي نظمته جمعية تنظيم الأسرة بالخرطوم، أكدوا أهمية تدريب الشباب وتأهيلهم في المجالات المتعددة والاستفادة من قدراتهم وتوظيفها لخدمة المجتمع، وأشاروا إلى أن الملتقى يهدف إلى تبادل الأفكار والخبرات بين الولايات والتعرف على دور الشباب في تحريك المجتمع، إضافة إلى معرفة الاستراتيجيات الخاصة بمشروع الصحة الإنجابية المتكامل للمرأة. وهذه الورشة الهامة والتي تناقش قضايا الشباب فيما يتصل بالصحة الإنجابية. حقيقة في جمعية تنظيم الأسرة السودانية معولين كثير ومؤمنين كثير على الشباب في هذه المرحلة الهامة من حياتنا، اللي هم طبعا دي اللي حيقودوا التغيير نحو وطن أكثر تماسك، وطن يعني فيه كثير من الترابط. هذه الورشة تهتم بتوصيل قضايا الصحة الإنجابية فيما تصل بتصميم الرسائل وكيفية إعدادها. من جانبها أكدت دعاء أحمد المصطفى المشاركة من ولاية البحر الأحمر أهمية الورشة في تعزيز الصحة الإنجابية، وأشارت إلى ضرورة التوسع في برامج التدريب ورفع القدرات. اليوم هو الملتقى الشبابي الأول لشباب الفروع السودان المختلفة. الأهداف الملتقى يمكن بيهتم بالصحة الإنجابية، بيهتم بالشباب أولا وآخرا. الملتقى نادى له الشباب وجاء تحت شعار شباب من أجل الوالدية المسؤولة. يمكن له عدد من الأهداف وحنتناول فيه عدد من القضايا اللي بتهتم بالصحة الإنجابية، من أهدافه اللي هي تبادل الأفكار والخبرات ما بين شباب الولايات المختلفة، وكذلك حنتعرف كمان على دور الشباب في تحريك المجتمع وبناء قدرات الشباب في المجتمع، ونتعرف كمان على الحالات اللي تمت تحت العنف نتعرف عليها وعلى تفاصيلها المختلفة، كمان إيصال الرسائل الإيجابية للمجتمع وبناء قدرات الشباب في مهارات التواصل الفعال ومهارات التواصل والإقناع، وكثير من التفاصيل اللي حنتداولها بإذن الله تعالى خلال الملتقى الشبابي الأول. النصرة المحلية متواصلة معكم من قناة الشروق، وفيها بعد قليل: ديوان الزكاة يصف معرض الخرطوم الدولي بالسانحة لعرض أنشطة الديوان. أهلا بكم مجددا في النصرة المحلية بعد الفاصل. قال الأمين علي علوة مدير عام خطاب الزكاة الاتحادي إن معرض الخرطوم الدولي يعد فرصة مهمة لعرض أنشطة الديوان ومساهمات الفكرية المتعلقة بالعمل الزكوي، وأوضح أن الديوان يشارك في النسخة 15 من خلال عدد من العناوين والمطبوعات، مشيرا إلى اهتمام الديوان بالمطبوعات والوسائط التي تعكس عمل وفقه الزكاة وسط المجتمع. احنا الآن عندنا معهد علوم الزكاة فيه المكتبة الإلكترونية تحتوي على أكثر من 1000 كتاب ومطبوع. نحن بنفتكر أنه معرض الخرطوم الدولي فعالية مهمة جدا بالنسبة لنا، لأنه بتطرح الزكاة في المجتمع. ونحن هنا أيضا في هذه الفعالية كانت لدينا مسابقات وبجوائز كانت تفاعلية، شاركوا فيها كل الناس اللي بيرتادوا هذا المعرض. أقامت منظمتا كافلة البريطانية وتلاوة للتنمية دورة تدريبية في مجال التمريض استهدفت شباب اللاجئين والمجتمعات المستضيفة. وقال مدير إدارة التدريب بمنظمة التلاوة إن الدورة جاءت متماشية مع الوضع الصحي الذي تمر به ولاية كسلة، بجانب حوجة مستشفيات اللاجئين للكوادر الصحية الأولية في ظل النقص الحاد الذي تعانيه تلك المستشفيات.
تماشيا مع الوضع الصحي الذي تمر به ولاية كسلاو لحاجة معسكرات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة للكوادر الصحية الأولية، أقامت منظمتا تلاويت للتنمية وكافي للبريطانية دورة تدريبية في التمريض ل25 دارسا ودارسة استهدفت بها شباب من الجنسين. في البرنامج ده نحن اخترنا التمريض نسبة للاحتياجات التدريبية الماسة جدا في معسكرات اللجوء في كسلا والمجتمعات المستضيفة. هذه الدورة تزامنت مع انتشار بعض الأوبئة في منطقة كسلا، فمن ضمن البرامج الموجودة في البرنامج بتاع التدريب هو مكافحة العدوى. الدورة وإن خصصت لأساسيات التمريض لكنها أفرزت جزءا من التدريب للتعريف بالحميات وطرق نقلها والوقاية منها. العلامات الحية زي درجة الحرارة والنبض وقياس ضغط الدم، كمان عرفنا انه الحاجات اللي بتنقل امراض مثل البعوض، بنقل الحميات مثل حمى الشيكنغونيا وحمى الضنك هي المنتشرة حاليا في ولاية كسلا. الحميات برضو بانواعها، يعني حمى منها حمى الدنك، حمى الشيكنغونيا اللي هي الكنقشة، وحمى الملاريا، وحمى اليرغيس، وما شاء الله غايتها احنا مستفيدين، وبرضو المجتمع بورانا طالما احنا استفيدنا المجتمع برضو حيستفيد، يعني احنا هنرجع بدورنا برضو ندي توعية لورا، ان شاء الله نقدم شنو مجتمعاتنا زي ما المنظمة نستلاويت برضو ساعدونا، احنا برضو هنرجع ساعد لأسرنا والبيئة اللي قاعدين فيها عشان شنو البيئة تتقدم. توفر الرغبة لدى المتدربين في اكتساب المزيد في مهنة التمريض يرى فيه البعض مؤشرا لنجاح الدورة وعاملا مهما لتغطية النقص في الكوادر الصحية الذي تعانيه مستشفيات اللاجئين. من خلال التدريب العملي لقينا انه شغف كبير واهتمام ورغبة من كل الدارسين يتعلموا الكلام ده، وان شاء الله هم وريناهم الحاجات اللي قاعد نديها لهم ده عشان يعكسوها فيه مناطقهم الثلاث، سواء كان الناس المستضيفين او القاعدين في المنطقه او الناس القاعدين في المعسكر، ونتمنى انه بنهايه هذه الدوره الناس دي كلهم ينقلوا ما درسوه من هذه الاساسيات التمريض في كل مجتمعاتهم ويستفيدوا منها ما حولهم حتى في المرافق الصحيه ان شاء الله. الاوضاع الصحيه المزعجه التي تمر بها كسلا لن تكون في معزل عن الحال في معسكرات اللاجئين والتي تبقى هي الاخرى من مهددات الوضع الصحي المستمر بالولايه. خالد بشير الشروق، ولايه كسلا. في ختام النشر المحلي اليكم تذكيرا بالعناوين. السلطات الصحية بولاية نهر النيل تكشف عن ارتفاع حالة الإصابة بحمى الوادي المتصدع. منظمات طوعية بولاية النيل الأبيض تطالب بمحاربة العنف المبني على النوع. المدير العام لقوات الشرطة يتعهد بحماية الديمقراطية والحفاظ على أمن وسلامة البلاد. نهاية النشر. لمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارة موقعنا الشروق.net. في أمان الله.